المشاهد الكريم، المشاهد الكريم، السلام عليكم. حلقتنا الثانية من دروب مغايرة، ونواصل في الفعل الدرامي وصناعة المشهد اللي بيرتكز عليه السودان الجديد. كل مرة قاعدين نقول السودان بنحلم به كلنا، اللي بيسع الجميع. نرحب بكم ترحيب حار على فضائية الشروق، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ الصديق نور الدين أحمد عبد الرحمن الشهير بنوري، الباحث والناقد والقاص والروائي المعروف والمهتم بالحراك الاجتماعي في السودان كله. كما يسعدني أن أرحب ترحيب بصناع الفعل الحقيقي في الثورة السودانية بالشاب جعفر حمزة أحمد. نرحب به، واحد من صناع الصورة المشهدية في الاعتصام، وتمر علينا الذكرى الأولى في الاعتصام، ونترحم على أرواح الشهداء، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وإن ربنا يلم الشمل بالمفقودين كلهم، إنه يضمد جراح البلد كلها وجراح الوطن كله. وفي الحلقة دي نقول مع عاطف خيري رضى الله غربته مات تجربة الشهداء، لأنه أكرم مننا جميعا. مرحب بكم، مرحب بكم في قناة الشروق. أبدأ، سعيد جدا يا جعفر، معلش بالسن، أستاذ نوري، نور الدين أحمد عبد الرحمن، كقاري للفعل الدرامي في السودان، وهو ممثل وهو مخرج وهو كاتب ومؤلف وهو قاص وروائي تحت الترابيزة، وصدر له مجموعة قصصية جهيرة وشهيرة. الحلقة دي مخصصة يا أستاذ نور الدين عن المشهدية في الاعتصام، الصورة طلعت للناس من الاعتصام. نحن ما دارين نقول الاعتصام، انه يجوز هو عارفه وقراه بصورته وقراه بفكرته الذاتية حول الاعتصام ضد او مع كل زول، يعني ملأ الدنيا وشغل الناس، وحتى صوره فازت بجوائز عالمية على وكالات عالمية عبر 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 عبر. لكن الان مهمتنا الاساسية انه مدى الاستفادة من الصورة المشهدية طلعت لنا من الاعتصام، وعلى قناعتي الشخصية انه الاعتصام هو مسألة كونية، يعني قدر كوني ما طبيعي. الناس اللي صنعوه الفاعلين الحقيقيين فيه من ناس جعفر ديلو اقل عمرا منه، الناس زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت نحن كنا عندنا فوق الراي، راي سلبي، وخيبوا راينا السلبي ده فيهم، اولادنا، اولادي واولادك واولاد الساده المشاهدين وكل الناس. نمسك الصوره بكيفيه قراءتها، هل نعيد انتاج نفسها بما يسمى بالبروباغندا والاسقاط المباشر، واللي عندها راي ثاني بعد ذاك نجي نحللها، نختار زي أربعة مشاهد نحللهم. فكرتك للفكرة العامة كده عن الصورة طلعت لنا من الاعتصام، الصورة طلعت لنا احنا كمشاهدين، أنا واحد من الناس مثلا ما مشيت الاعتصام، لكن طلعت لي صورة بديت أقرأ فيها، بدأت تؤثر فيني سلبا ولا إيجابا. قرايتك للصورة في أنت زمان من الناس اللي كنت موجود يعني في طيلة ليالي الاعتصام. شكرا جزيلا أخ دكتور اليسع على هذه الفرصة. وأنا أفتكر دي رحمة كبيرة جدا لينا كصناع دراما وككتاب في قصة قصيرة أو كتاب روايات، إنه لو جابونا وسألونا وقالوا لينا اتخيلوا مثل مشهد الاعتصام في الحلم، ما بنقدر، لأنه بصراحة ما بكون عندنا مرجعية، ده شيء فاق الخيال. ولكن ما أصبح لنا مورد أساسي الأعمالنا الدرامية أو أعمالنا المشهدية هو إنه حيكون عندنا معين كثير جدا جدا من خلاله بنقرأ الحركة وبنقرأ الصورة وبنقرأ الفعل، فعل الاعتصام. يعني تقريبا كل الشعب السوداني بصوره او باخرى شارك في هذا الاعتصام، اذا لم يكن في المكان الخرطوم ففي كثير جدا من المدن، يعني مثلا زي كسلا انا كنت موجود هناك فتره كبيره، وزي الابيض، يعني كان يعني هي صوره بصراحه حتخلد لاجيال تعجز الدراما ويعجز المحللين والنقاد
وبتاع الى التقييم والمتابعة، انه كيف يحكسوا هذه الاشياء. يعني نوري من رحم الشعب السوداني طلع صورة جديدة بالضبط، من الحركة طلع صورة جديدة ما كنا يعني كلنا ما كنا متوقعينها مثلا. ما بنتخيل الفكرة ذاته. الفكرة ما بين القيادة العامة وبين كلية الأشعة وجامعة الخرطوم وما بين الخرطوم، يعني لاحظ يعني كتل علمية بؤر الإشعاع العلمي والمعرفي اللي هي كلية الأشعة جامعة السودان وكلية وجامعة الخرطوم بمسجدها مواجهة للقيادة العامة هناك، مستشفى المعلم هناك، بري، المناطق الكويتة، الاحتياط البيدي، كلها مواجهة لفكرة القيادة العامة، القيادة العامة للجيش، الجيش بمختلف ترميزاته ومختلف قراياته عندنا كشعب سوداني. كويس، المسألة دي كلها خلقت الفكرة دي. كدين احنا قبل ما نقراهن لقطة لقطة نختار، انا في ذاكرتي زي 4 أو 5 لقطات اخترتهن. نشوف ناس جحفر، ولدنا جحفر حمزة، هم من الناس اللي قاموا بتثبيت هذه اللقطات وتصويرها. الدافع شنو يا جعفر خلاك انت زول شاب صغير اتولدت في فترة ما بعد 30 يونيو مؤكد، الخلاك شنو تكون حريص انك تثبت اللقطات دي كلها تقراها قراية قراية؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك اول شيء على الاستضافة الجميلة دكتور ياسع. الاعتصام ده بمجمله كان حاجة بعيدة جدا 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 من الخيال. كل جزء فيه كان بيمثل الشعب السوداني. أيوة. كان فيه تجمع من كل فئات الشعب السوداني. بكل أجزاء الوطن. كل جزئية فيه يعني كانت لقطة قائمة بذاتها، كانت يعني كان بتديك إحساس براو. احنا كمجتمع قايم بذاته، كمجتمع قايم بذاته، كمصور يعني كل جزئيه فيه هي مشهد قايم بذاته. كل حته فيه يعني بتديك احاسيس وبتديك انك انت تقدر تاخذ اللقطه دي بشكل مختلف. ف اللي حصل في الاعتصام من بدايه الاعتصام من يوم 6 ابريل لحد 29 رمضان 29 رمضان كويس، كل يوم كان مختلف، كل جزئية في الاعتصام كانت مختلفة من الثانية. خلاص التجمع الكبير بتاع الشعب السوداني ده في 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 المنطقة دي كويس، التجمع بتاع المهنيين، التجمع بتاع الطلاب، التجمع بتاع الأشخاص، فكل المشهد ده يعني بيديك الدافع انك انت يعني ما تجيب من انك انت تصور. طيب يا جعفر معليش، لو بعدش هنرجع لنوري، ننقل شغلك انت لاستاذ نوري. انت اللي بيخليك شنو مثلا تثبت لقطه معينه ما تثبت اللقطه الثانيه؟ يعني الفكره شنو انك تلقى لك لقطه بتشعر انها دي ما عاديه تثبتها مثلا تنقلها للعالم البر عبر السوشيال ميديا، عبر الوسائط الاجتماعيه، عبر التلفزيونات، عبر الوسائط العاديه حقتكم، الوسائط العامه في الدنيا دي كلها. خلاك شنو انك اللقطه تلفت نظرك وانتوا الشباب ديل هو جزء، نحن الاكبر منكم سنا ديل، في حاجات بتكون فاتتنا في حيواتكم العاديه انتوا كويس، احنا اباكم ديل في حاجات بتكون نحن ما منتبهين لها كثير جدا، لكن انت جزء من الشباب اللي صنعوا التغيير وصنعوا الاعتصام نفسه. الخلاك شنو انك تنتقي لقطات الصوره في بعض التعريفات تثبت لحظه صح؟ الخلاك شنو تثبت اللحظه دي؟ طيب انت جزء من الثوره يعني. أيوة. جزء من التركيبه الموجوده كانت في الاعتصام. ايوه كويس. لا لا لا. انت ما في جوه الاعتصام ده ما كان في احساس معين بيخليك انك انت لا بس دي اللقطه دي، يعني هو كله لقطه، كل جزئيه في الاعتصام وتريك هي كانت لقطه قائمه بذاتها. يعني الاعتصام ده كان يعني مشبع بطريقه ما طبيعيه من كميه المشاهد وكميه اللقطات. يعني انت كمصور عينك بتكون كمصور شايف حاجات كثيره جدا، صعب عليك انك انت تختار اصلا لقطه واحده مدهشه يعني جديده شغل يعني جديد. كل لقطه هي كانت مدهشه بحد ذاتها، يعني عينك دي كل ما تقع على حاجه كويس والعدسه بتاعتك دي كل ما تقع على جزئيه معينه هي بالنسبه لك اصلا لقطه في لحظتها، لانه كل جزئيه مدهشه بحد ذاتها. الاختلاف بتاع الاحداث اللي حصلت كويس، وكل حدث كان في لحظته كويس في 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 منطقه معينه في الاعتصام هي كانت حاجه مدهشه.
رسالة معينة رسالة معينة بنا فكرة معينة. أو بنا فكرة طيب عشان معينة. نربط المشاهد الكريم نحن اللي بنبني به أعمال عظام فيه إنه هو اللي بيقود لنا الحلقة دي، ما إحنا بنقود له الحلقة، نخش على مجموعة من اللقطات اللي صورها جعفر وصوروها آخرين عشان نربط بعد ذاك نبدأ نحلل فيها مع أستاذ نوري ومع ابننا جعفر. نطلع نشوف مجموعه من الخطط اللي كانت في الاعتصام اللي تحولت لايكون عالمي، انه الناس بدوا الثورات العالميه. يعني نوري انا امس بعاين لثوره الزنوج الجدد في امريكا، قالوا لهم عباره قريبه جدا، قالوا الثورات لا تنفصل. وفيهم واحد بنفس اللقطه حقت شهيد الأربعين واقف في نفس بنفس الفكره واقف. شفت نحن بقينا كيف؟ بس حاقرين بيروحنا ساكت. نشوف مجموعه خطط ونرجع تاني. سلاما على من يشكر. لما تغلم نفسك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفور، فإذا بك تصير يشبع قلبك يا الله. قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وخاب لما تصبر. ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم، ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك الأسى فاني لروح طاهرة تؤمن. تفرج على امرئ من حيث لا يحتسب، فإن كان للجنس مدرسة فلا تنتسب. الشرك الرزق الحرام لا يكتسب، الحالي مع طقوس الزمن لا إلى تنكسب. ثورة ما ضربنا ضرب النار ثورة من البغو بعد ثورة جاي
نفوز الثالث ثورة قلبي البطن دهش ثورة قاعدين لينا حمار ثورة النرضة بيدهش ثورة ماشينا لينا حمار ثورة النرضة بيدهش ثورة سهر الليالي الطال ثورة ما عند يا شغب ثورة جايين نصلي حال ثورة جايين نزيل وابا ثورة وقف البيان تنزل ثورة فاكرين خلاص غلبة ثورة قاعدين جموع الناس ثورة ما تستهين طلبة ثورة وديتوا ليها واحتصام نزل البلد غضب إلا تبل الإنسان ثورة قال ما في شي غضب بمين السكان مهما نظام غضب ثورة حكم انتغل سنتين ثورة الطابة ثورة بغرار طلعتو متين ثورة رقاصة وربابة ثورة العين قصاص العين ثورة العين قصاص العين ثورة بيطلق دبابة ثورة فاتر حسابكم شين ثورة الناس وقع بابة ثورة الناس وقع بابة ربطنا المشاهد الكريم بفكرة فكرة الاعتصام والصور. نبر فكرة القطر يا نوري. القطر. القطر عنده مرجعية ورمزية في حياتنا السودانية. في أغانينا، في رواياتنا، في قطر الهم، في قطر الشال معاوية، في قطر الشوق، قربة عبد الله الإبراهيم. القطر الرحل الناس والبضائع والحاجات، قطر نيالة يا نوري، قطر بورسودان، قطر حلف، قطر كريم، قطر النيل الأزرق، قطر الجنوب، القطار المرة، القطار فكرة القطر المجموعة من القطارات دي عنده رمزيته عندنا في السودان ورابطنا مع بعض، رابط كل أجزاء السودان الواسعة دي مع بعض قبل ما تغرب شمس السكة حديد، ونتمنى إنه تشرق مع الشروق تاني من جديد إن شاء الله. الفكرة حقت القطر، القطر ده جاء عبر كوبري الحديد، نعم. كوبري بحري، نعم. والكوبري ده كان ترس كبير جدا، نعم. كويس، نعم. فيه مجموعة من الحيوات قاعدة تمارس في وجوه هناك، نعم. الأشواق والأحلام والناس اللي قاعدين والتذكارات على الجدار لحد يوم الموجودة، الرسومات، وللأسف نفس الكوبري ده تحول منه إلى شهداء مربوطين بحجار مجدوعين فيه بنفس في نفس الأريا، يعني دل كبير. القطر جاء داخل بالحجر من الشمال للجنوب ساعة الاعتصام، وقبل ما يخش الاعتصام كان القطر عندنا في ذاكرتنا حقة الحياة العادية دي اللي قلناه قبل شوية ده. القطر ده لما خش تحول إلى حالة أخرى، هذا نربط المسألة بالدراما، وقلنا كل صورة مرت عبر ميديا في ذاكرة المتلقي بقت تحولت لدراما، كويس. القطر ده خش الاعتصام، عمل التحول الكبير اللي حصل، اللي حصلوه ناس جعفر ديل بكاميراتهم وبعينهم الحاجة زي دي. في لخطتين حسيتموا القطر في ذاكرة نوري الوجدانية والكسوداني، والقطر في عين نوري لما خشلوه في ساحة الاعتصام. كدين نقرأ دير بعد نمشي لصورتين التانيات عشان نتنقل مع المشاهدة نقلة ونشوف الدراما دي اللي تحد ورطة كونية عندنا نحن في حياتنا دي، واللي تحد من وضبها إنها تقدر تصنع التغيير عندنا كلنا، التغيير الاقتصادي والتغيير البدوي وتغيير حمدوك وتغيير فيصل وتغيير المجتمع وتغيير المعارضة وتغيير وتغيير وتغيير، هي كلها قادرة إنها تعبر عن المسائل دي. طبعا هي سلسلة من الأحداث البصرية، حركة القطر دي كأنها حركة القطر سلسلة من الأحداث البصرية، وفي كل مليمتر هناك حكاية. يعني لم يعد القطر أنا بالنسبة لي ذلك الذي يطلق الصافرة ويكركب ويشيل الركاب ويرتبط بحياة كثيرة جدا من منافع الناس، صنع حياة في الصناعة المدنية بالضبط، وواصلها في وقت ما كان الاتصال فيه متعذر غير القطر. exactly. الآن صار هو يعني من يقود لواء التغيير. يعني الأثر بتاعه أنا أفتكر أنه أثر إغناعي، إنه جود وصل حق صمويل البكر جود وصل بالضبط، أثر إغناعي وبعدين بيحمل رسالة، يعني رسالة كبيرة جدا. يعني نحن لم نعد بعدنا ننظر للقطر باعتبار أنه منتظرين الساعة كم وبيجي والسيمافور بينزل وكذا، ده من غير يعني من غير سيمافور. فبالتالي هذا المشهد انحفر في ذاكرة الشعب السوداني وبالتحديد
بالنسبه لي انا، وما اظن ثاني انا اشوف لي قطر زي ده. يعني بصراحه هو مسخ علينا باقي القطارات، مسخ علينا الفهم ذاته من القطار هو شنو، باعتبار انه قطر لا يستطيع الاتيان بما اتى قطر عبر هذا، فبالتالي لا يستحق يعني بصراحه يطلق عليه يعني قطر في فائده. فبالتالي انا بالنسبه لي دراميا يعني الصوره بقت 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 اشاره عميقه جدا. ما القطر العادي، ما القطر العادي، مع انه عادية القطر ذاتها هي نفسها ما عاديه في حياتنا نحن. بالضبط، احدث تحول اجتماعي واقتصادي كبير جدا. الان هو اشتغل على مستوى البنيه الفوقيه، مستوى التعلم والذاكره المرجعيه، يعني دخل في منطقه خلاص هو بقى من الايكونز، من الايقونات الثابته المهمه. انا افتكر بعد ده من وحيه هو نفسه يستطيع كل فنان يعني ياخذ من هذا المشهد وينمي. يعني والغريب القطر ده يعني معليش المقاطعه، قطر ده لو ما انخش دخل الاعتصام اتخلقت حياه جديده ثاني، حيوات او حياه طبعا او مجموعه من الحياه جديده ثاني. ياب يعني فكرة الـ 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 الولد اللي بيبيع بالدرداق بيبيع في الفول والتسال والحياة الزي دي بيجي جد لنا في القطر فوق لما ده يدوه قروش قاعد يبكي، قالوا انا فرق منكم شنو انه ما تلقى القطر. كمية الالتحام اللي حصل ما بين القطر، ما في زول قاعد في راس القطر يا نوري صح؟ زمان كان في تسطيح، لكن في تسطيح لكن راس القطر من قدام ما في زول. لا لا قدام دي انا يعني تحول الى كتلة من البشر متحركة. بالضبط، وما كتلة مرصوصة ساكت، كتلة عندها كل زول عنده أشواغ وعنده، شوف كمية الأحلام اللي التحمت مع القطر دي، كمية الأشواغ اللي التحمت مع القطر دي، كمية الشباب ربطوا ماضي حق في السودان بقطر جاي يحسي على الآن، وشباب كلهم دون الثلاثين سنة أو معظمهم دون الثلاثين سنة، يعني ذيل عندهم المقدرة يسطحوا يربطوه بالقطر، ذيل ثبتوها ناس جحفر، كده احكي لنا يا جحفر القطر دول ما جا خاشي. طبعا هي الفترة اللي قبل القطر ب ب ب بأيام كان الناس عندها في الاعتصام كان عندها شوية من الإحباط. الحكاية طالت، يعني الحكاية طالت ولسه وفي وما معروف الحاصل هيحصل شنو. دخول القطر ده مسألة خطيرة جدا يا نوري، جدا يعني دخول يعني في ميقاته انه كان ربنا يسوق المواقيت للمغادير للمواقيت. صح دخول القطر ده في الـ في الـ في, الـ في اليوم ده بالذات وناس عبر جو جابوا جاي اللي شنو جاي اللي صب تمام وما في كلام. يعني الفكرة بتاعت انه القطر ده خشى وشق الاعتصام والناس جايين بيدعموا في الاعتصام، يعني ناس جايين كأنه مدد، بيدعموا مدد كأنه مدد هو حرفيا مدد، يعني هو ناس مدد في بعد الصوفي في بعد الصغار في بعد الاجتماعي في بعد الايوه هاي صح، يعني ناس جو يدعموا الاعتصام. يعني في 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 مجموعه من الناس جات من برا جايه تدعم الاعتصام. القطر ده اتحرك وخش الخرطوم. يعني قد احكي لنا موقفك انت كواحد من الثوار واحد من كنت الشباب واحد من صنع. ايوه كنت متواجد في المحطه في محطه ايوه من الساعه 12 اللي هو المفروض القطر كان المفروض يوصل الساعه 1:02 ظهر. ايوه القطر ده لما جه خش المحطه خش الساعه بالضبط 5. انت منتظر في محطه بحري، منتظرين يعني منتظرين مجموعه من الشباب، يعني مجموعه كبيره جدا. كويس خش الساعه 5 لحد ما وصل المحطه بالضبط كده. كاميرتك معاك، حياتك كاميرتي معاي، مجموعه من الشباب ومجموعه كان كبير جدا من المصورين كانوا متواجدين في اليوم ده. كويس يعني احنا بنصور في القطر ده حتى قبل ما نخش المحطه. الخبر اللي بيجيكم من القطر شنو؟ عايز انقل لك الناس جوه القطر. يعني لا القطر متاخر شويه مثلا. القطر الخبر اللي بيجيكم شنو كانت من القطر؟ شكله كيف؟ ماشي كيف؟ القطر ده بيمشي بجيف في كل حته. وانت من الناس اللي ما شاهدوا السكه حديد في عنفوان. ونحن من الناس اللي ما شاهدوا السكه حديد. يعني ايوه نحن اننا يعني في جاب كبير بيننا وبين حاجه اسمها حديد والموضوع بتاع قربت المسافه. الناس كانت متواصلة مع الناس جوه القطر. القطر ده مر قبل ما يخش الخرطوم كويس وقف في محطات كثيرة جدا بيرفع الناس اللي ماشيين الاعتصام من القرى ومن المحطات في الطريق بين عطبرة ما بين عطبرة والخرطوم.
برضو دخلته الخرطوم بدوا يوقفوه في الـ في الـ في الشارع كويس ويناولوا في السوار الجايين من عطبره والجايين من شندي في القطر ديل يناولوا فيهم حاجات ومؤن واوا ايوه كويس والحته بتاعت الفرحه بتاعت دخول القطر ذاتها كانت حاجه ما طبيعيه يعني ده مشهد ما بيتكرر مرتين ايوه في الـ في الـ خشى وصل ودخل المحطه ناس ركبت في ناس كانت متواجده في حتى ركبوا في السطح فوق والناس اللي ركبت قدام وقاعده أيوة. قدام والاعلام والكواريس يعني غرقوه في كتل بشري غرقوه نفسه غرق بدل ما يشيل الناس وصل مرحله ماشي بالراحه شديده يعني الناس ايوه الناس ماشي المشهد اللي ما يقدر دخول القطر في كوبري ايوه والناس ماشي هو كان مدرس الناس الجاية يولا من محطة بحري ايوه لحد ما يخشوا الاعتصام جوا بيرجوا انتوا ماشيين معاهم ونحن ماشيين مع القطر زي بتهتف ما في اي حاجه الناس انا بتبس فده مش روح جديده دبت في الناس شديد يعني اختلاف تماما ما بين اليوم اللي قبليه او ساعات الصباح كويس وما بين دخول القطر ساحه الاعتصام كان اختلاف تماما يعني روح جديده دبت خلت طيب الناس قبل ما اطلع للمشاهد انا اشوف نوري قرايته للكلام اللي قاله جعفر ده شنو انا طبعا بقراه يعني قال لي كلام غريب جدا قال نعم. انه عمل نقله يعني من حط ونوع الحاجه زي دي انه زي كانه دخل في شرايين الروح جديده كده كانه نعم فيعني انا هذه المداخله دي بتقطع لي مع حاجات حاسمه جدا يعني يمكن يكون قراها جارسيا ماركيز ايوه في 100 عام من العزله الروايه الكولومبي المشهور جدا الروايه الكولومبي المشهور وهي طبعا تتقاطع مع لانه ديك ثوره ما كندو ايوه امريكا اللاتينيه عموما امريكا يعني. اللاتينيه ضد المهم الاطماع الخارجيه البغيضه ففشي شيء كان حيحسم المعركه لما دارت الحرب بين القوات المعارضه قوات النظام القائم انهزموا ناس بويندي ليه؟ في النهايه بعد الهزيمه ما تمت الناس زي فقدوا المؤن بتاعتهم يعني ما عندهم السبلاي اللوجيستكس فاكتشفوا انه في زي ما قريت الروايه زول عنده اخراج باثنين بواحد بهنا راكب له حمار ضل الطريق يعني ده لو وصل كان الكفه حتجيب طوال مباشره هترجع الكفه حصل هنا وصل كان مليان بالذهب الحقيقي اللي هو الناس لانه الناس هم اللي كانوا هو وقود والشباب وقود لهذه رمزية عطبر نفسها في ضد الدكتاتوريات ضد شنو رمزية عطبر نفسها عمالة وسكاية عطبر يعني بلد النضال بلد الفكر الحر بلد الفنانين وبالتالي يعني بيجي منها دائما بتدي دفعة معنوية لقدام للتغيير يعني فهم ناس أساسا يعني ما يعني ما يحبوا الثبات انا ما يهمني في كلامه كلام ولدنا جعفر واسمح لي اقول ولدنا جعفر لانك صار ناس الناس اللي عملوا التغيير الحقيقي في البلد نحن قاعدين نتفرج لحد ما نعم انه الكلام هذا اللي قاله استاذ نور الدين والكلام اللي قاله جعفر انه حصل تحول غير طبيعي نعم يعني طوال تحولنا الى عالم افتراضي كويس يعني طوال انتقلنا كانه انتقلنا الى عالم افتراضي كان ما موجود القطر غزاه فينا تحولنا الى حاله دراميه في قرايتنا للقطر انه القطر لما نقراه قطر فوق سكه حديد بيوصل المسافات بينقل الركاب حديد ما نقل ركاب ما نقل البضائع نقل فكره وده الجديد فيه والناس نقلوا القطر زي الكلام جعفر حسه على بيصبر فوق مباري وبكر عوده كويس طوال تحولنا الى عالم افتراضي عالم قرايه صوره جديده دي المفترض نقرا بها الصورتين الثانيات نطلع مع بعض تاني نشوف القطر من جديد نشوفه بالصور حقت جعفر واخرين انه لما جاء داخل سكه حديد كبري حق سكه حديد
واستقبال الناس له والحياة دبت عند الناس، التكاتف، الانطباعات، البكاء، العواطف اللي تدفقت بصورة عجيبة جدا في النفق، في أعلى النفق، تحت النفق، مع يعني فكرة بقت تحول كوني كبير جدا، تحول ما عادي والله لحد حسي ما قريناه يا نوري. ده راجيكم أنتم راجي ناس، راجي ناس جعفر، راجي المشاهد الكريم، إنه يعيدوا قراءة الحياة الحلقة القطر دي، نشوف القطر ونقول للمشاهد الكريم شوفوا معانا من جديد تاني، نرجع تاني من جديد. عبر فضائية الشروق نجدد الترحيب ونجدد التهنئة بالعيد السعيد ونجدد التهنئة بنجاح الاعتصام. ربنا جبر بخاطر جحفر وزملان ورفاق وإخوانه، ونواصل قرايتنا للقطر. القطر عبارة عن لما نخش يا جحفر كان عبارة عن لوحة تشكيلية، ظلالة، ألوانة، سحنات، الفريم حقها، الإطار حولها، كان عبارة عن لوحة سودانية تشكيلية للسودان اللي بيحلموا به الناس كلهم. صح. ما في لون بيعلي عليه لون، ولا في عرق بيعلي عليه عرق، ولا في فكرة بتعلي على فكرة، كانت متوحدة تجاه البلد. صح. كده احكي لنا اللوحة، شفتها أنت وزول مصور، يعني زول عندك علاقة بالتشكيل، علاقة بالفنون. يعني أول شيء هو الزمن الخشف والقطر ده كان ما بين الفترة من الساعة 5 لين المغرب. العصاري. عصاري. يعني عصرية. الشمس اصلا ماشيه على العصاري على الغروب. اصلا الشمس ماشيه على الغروب. الحته والظلال بدات تنزل على على المحطه. ايوه. الكميه بتاعت الناس اللي كانت موجوده، الاعراق، الاجناس، الاختلاف بتاع الالوان في البشر الموجودين، في الزي، في السحنات، في الملامح، في السحنات، في 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 التكوين، في التركيب، في في اي حاجه. ادى يعني حاجه كبيره جدا، وخلى يعني خلى انت الكادر بتاعك، انت بتكون مصور، انت بتكون شغال بتصور في اللحظه دي، انت ما بتعرف تختار شنو، يعني جد ما بتعرف انت تختار شنو. الصرخه والكواريك بتاعت الهتاف والناس المتواجده في السطح بتاع القطر فوق، كويس، وفي نفس الوقت دخوله مع الكوبري، مع الغروب، يعني الحاجه دي مع الغروب، مع النيل، مع يعني كميه الحاجات الكتير بتديك صوره المليانه بحاجات كتيره. يعني تخيل والناس دي هي جايه المعنويات بتاعتها هي مرتفعه قدر شنو. ما تذكر مشاهد دهشتك في قطر ده؟ والله يا اخي هي واحد من المشاهد اللي كانت يعني في اللحظه ديك، في 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 لحظه الكوبري، في
في شاب سايق هو عذير سايق المواطن الاحتياجات الخاصة يعني معوق اي معوق ذوي الاحتياجات الخاصة اي ذوي الاحتياجات الخاصة سايق او الهمم العالية او سموه ايوه سايق المواطن بثلاث الاساتيك دي ايوه كويس ده شايل معاه ورا براميل بتاعت مويه فيها مويه بتاعت صحة كويس وشايلين اكياس فيها سندوتشات النازل ساكين القطر من اسمه شنو من مرق من بحري من بحري مرق من المحطة بتاعته هو خاشع على القيادة بيجدعوا للناس في الهناية بيجوا في السندوتشات في المويه وفي بيشيلوا بجدة بيشيلوا بجدة يا سلام ركب معاه طفل يعني الأطفال ال اسمه شنو بيبيعوا التسالي التسالي الدرداقات دي الطباق والهناية دي ركب معاه في العربية ركب معاه في الموتر بتاعه ده وبيجي بيشيلوا بجدة معاه بيشيل وبيمشي يمشي يقف مع حدود الهناية ويقوم يجده للناس جوا القطر او الناس من فوق للقطر فدي كانت واحده من المشاهد اللي صورتها في لحظتها لكن يعني انت ما بتتخيل ان هي الحاجه دي جميله قدر شنو انت جمال يا جحفر في 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 قرايه ناس نور اللي قد تكون انه ذوي الاحتياجات الخاصه ده والزول بيع التسائل الاثنين موقعهم في المجتمع وين؟ يعني ترتيبهم في المجتمع وين وترتيبهم حسي وين طيب.